تقول ودنا نشار الصلاة كلها والأذان كله. أنا ذكرت على سالفة تصحية صاحب الدجاج اللي كان حمل حمل الدجاج وصدم في الطريق. هو قالوا له اذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله، قال حنا ذاكرين رايحين جايين، قال اذكر الله، قال اذكر الله معنا. والذي أخبرني به دكتور فاضل اسمه الدكتور فاضل الشهري، كانوا يبيعون قبل السيارات دجاج يأخذونه من الطائف فقيه طبقتين في هايلوكس، فأتى يبيع هذا الرجل مشوت في خط الجنوب، ويوم طلع له مدري ظهر له أرنب ولا مشي فضربت فرامل فانقلب 20 قلبة، جاه رجة طبعا في الانقلاب وذهب ذهنه اتزانه، الدجاج كله انسحب والسيارة انعدمت تماما وصار كله اللحم بالحديد، نجت دجاجة واحدة سمعت نجت دجاجة واحدة وطارت في الجبل، فخرج هو مصفوق العقل وطلع يطاردها في الجبل، وقف المرور من أبها ومن يعني خطط أبها والطائف ووقفوا الناس، قالوا تعال يا فلان، قال بصيد الدجاجة وجي. شوف هذا ترك الذكر، هذا من علامات الدبور. تفضل يا حبيبي. نعود شيخنا اللي استغفر الله النكتة والدعاء النكتة والدعاء دائما استغفر وقف منصور عطنا فرصة بس شوي.